كل أعياد ميلادي بدك تكوني جنبي، ما عاد نفترق. هي كانت أمنيتي. جانسون هانلي، جانسون بنتي، أنا أجيت بنتي. جانسون أنت شو صار لك بنتي؟ شو صار لك؟ شو هي اللي صار؟ أخذنا صورة للدماغ وما في شي بيخوف. بس يا دكتور ما عم تحكي وما عم ترد بنوم. جانسون هدي أعصابك، هاي الصدمة بسبب الحادث. عم تقول حادث؟ إيه نعم. يا ريت تقلي كيف صار هالحادث إذا بتريد. عليها العافية. لو سمحت بنتي كانت بالبيت، وين صارت الحادثة؟ قلي. بكرارة ششمة قدام نادي ليلي، وحسب إفادة السائق إنه بنتكم فجأة طلعت بوشه.